منطقة الجزيرة بسوريا هي منطقة معروفة بكثرة تلالها، وهي التلال استوطن الإنسان القديم لطبيعتها يلي بتناسب طبيعة حياته. وعدد التلال بمنطقة الجزيرة بيتجاوز 1000، وكل تل بيتميز عن التاني بحسب طبيعة الحضارة يلي قامت عليه. فيا ترى شو يلي بيميز تل عجاج الموجود جنوب محافظة الحسكة على تلال نهر الخابور؟ هو واحد من التلال الخمسة يلي بتضم بقايا مدينة عربان يلي حكوا عنها كتير من الرحالة يلي مروا بالمنطقة عبر التاريخ. وهي المدينة كانت من أعظم مدن الخابور بفترة العصور الإسلامية. وعند هذا التل بالذات بنى القائد نور الدين الزنكي جسر بمر من فوق نهر الخابور. بعض العلماء بيتوقعوا أن موقع تل عجاجة هو نفسه موقع شادي كاني الأشورية، لأنه وقت تم التنقيب بالموقع سنة 1850 لقوا المنقبين بقايا قصر أشوري وعدد من التماثيل مثل الثور المجنح وكؤوس عليها نقوش وخمس منحوتات بتمثل 3 ثيران إلها رأس إنسان وتمثال لسبع وتمثال لجني مجنح. وهذا النوع من التماثيل بينحط عادة عند مداخل القصور، وهذا يلي خلى العلماء يعتقدوا بدرجة كتير كبيرة إنه التل بيخفي جواته مدينة شادي كاني اللي ذكروها الملوك الأشوريين بسجلاتهم بالقرن 9 قبل الميلاد. وفي واحد من العلماء فك بعض النصوص المسمارية يلي لقوها بالمنطقة وأكد أنه التل هو نفسه مدينة شادي كاني، وبهيك بيكون تل عجاجة هو التل الوحيد بمنطقة الخابور يلي عرف عن حاله وكشف اسمه الحقيقي للمنقبين والعلماء، وهي هي أهم ميزة فيه. وكمان من القطع الأثرية الهامة يلي لقوها بالمنطقة دبوس من الحجر عليه كتابة مسمارية وقطع عاجية نافرة ومزخرفة بالخط الآشوري. وبحسب مكتشفات أثرية بالتل تم التنقيب عنها من 1982 لل 1990، هالموقع مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بترجع لفترة الحضارة العربية الإسلامية، المرحلة الثانية بترجع لفترة الحضارة البيزنطية، والمرحلة الثالثة بترجع لفترة الحضارة الأشورية الحديثة بالقرن 9 قبل الميلاد. هاي هي أهم المعلومات يلي لقيناها عن موقع عجاجة. إذا عندكم معلومات تانية ضيفوا لنا إياها. سلام.